لها تأثير كبير في هذا المجال لزيارة مصر والتعاقد كانت مع فريق انتر كلوب الكونغولي. وشايفين جس نبض فريق الكونغو بيعدي نمرة ثلاثة وبيعمل فنت لنمرة ثمانية مديني كعمر، نمرة اثنين ماسيمبا وفاول على عمرو صلاح وتحذير. هتلاعب الفاول من على خط التسعة ماسيمبا لنمرة ثمانية مديني كعمر لنمرة ثلاثة بابيلو ماسيمبا نمرة اثنين فاول لصالح انتر كلوب. الهجمة طولت وهم متعمدين ان الهجمة تستغرق وقت اطول علشان يختبروا دفاع نادي الزمالك وبعد كده يقدروا يلاقوا ثغرة. وفي فاول، برافو برافو محمود، عمل فاول قانوني ما ياخدش عليه بينالتي والكرة رايحة لإيد مبوفا حاشها قبلين لما الحكم حسب فاول لأنه عمل أربع خطوات. بعدين كعمر، هنقول عمر على طول علشان ما نقولش أسماء مركبة، هنقول نمرة ثمانية عمر، عمر نمرة ثلاثة بابيلو لعمر تاني نمرة ثمانية وفاول هيلعبها نمرة خمسة مينوفا. مينوفا عمر بابيلو ماسيمبا وداخل ماسيمبا نمرة اثنين بياخد فاول. لغاية دلوقتي الهجمة استغرقت اكتر من دقيقتين، دقيقتين و15 ثانية، وده يعتبر وقت طويل جدا في الهجمة وبداية من فريق انتر كلوب لازم يبقى لها معنى عندنا. وتفويتة ماسيمبا نمرة اثنين فاول تاني، دقيقتين ونص الهجمة لغاية دلوقتي. لاعب نمرة خمسة لبوفا لعمر نمرة اثنين ماسيمبا وفاول تاني. ثلاث دقايق، ثلاث دقايق والهجمة ما زالت مع فريق انتر كلوب. الوينج اليمين نمرة 11 باكيدا عمر. الحقيقة لغاية دلوقتي يعني الحكام ممكن انهم يبقى فيه اجراء للعب، يمكن نشوفه، وتبادل للكرات من غير ما يكون فيه فعالية على المرمى، ولازم يبقى فيه هنا. واتقطعت الكرة وعمرو صلاح وخد بس اول هجمة، اول هجمة بعد ثلاث دقايق واربعين ثانية وفاول لصالح متر. حسام غريب، محمود حسين، حسام، احمد العطار، واحمد دعبس، وداخل احمد وبيعدي. وفي عنف، في عنف، في عنف، وفي احتكاك في الدفاع واستخدام القوة البدنية مش مسموح بيه. حسام غريب وهيشوط وشوط يسجل حسام غريب. هجمتنا ما استغرقتش اكتر من 30 ثانية وكنا مسجلين. احيانا الفريق بيلجأ الى اطالة الهجمة لاسباب كثيرة، منها انه عايز بيبقى ضامن انه مغلوب مغلوب فعايز يقلل السكور. ماسيمبا نمرة اثنين، واحيانا تانية بيبقى يعني هو ده اداؤه و
محاولة برضو للاختراق، انما محمود حسين كان معاه مع اوكومو. نمرة ثلاثة بابيلو، ماسيمبا، عمر، بابيلو، ودخل بابيلو نمرة ثلاثة. وكل ده لعب ما هوش ايجابي، كل ده لعب ما هوش ايجابي وفاول. ويعني يمكن بعد شويه نقدر نقول بالظبط يعني الكونغو في دماغها ايه، او فريق انتر كلوب في دماغه ايه بالظبط، انما لغايه دلوقتي واضح ان هو بيضيع وقت. طبعا كره اليد ما فيهاش تضييع وقت كتير، لان ده ما ياثرش انك تكسب او تخسر، انما ممكن الفرقه تبقى بتضيع وقت علشان السكور. وايمن صلاح بيصد اول كوره اتشاطت وفاست بريك لمؤمن صف، وعمل فنت مؤمن وقف من ايده وعمرو صلاح. اقف يا عمرو بقى، وادعي المؤمن صفا على الدايره، انما خبط في دماغه مؤمن. ولسه الهجمه اللي فاتت بقول ان انتر كلوب بيستخدم القوه البدنيه في الدفاع، وده يعني اذا كان في ايذاء للاعبين يبقى الحكام لابد ان يتدخلوا حتى لا يحدث ايذاء للاعبين. حسام غريب، مدحت محمود هيلعب الفاول لاحمد العطار اللي وقف جنبه، والحكم بيرجعهم ورا. مدحت احمد العطار قصيره، واحمد دعبس، واحمد دعبس بيعمل فين وبيعدي وهيعدي وعدى، يا خساره ولعبها سكرو لفت شويه وطلعت رمية مرمى. ماسيمبا، عمر، ماديكا لماسيمبا، والتحركات الحقيقة وأيمن بيصد كان الكرة، وإحنا ممكن يبقى عندنا فاست بريكات كتيرة أوي الحقيقة، الهجمات المرتدة سريعة جدا. واتكعبل أحمد دعبس في الحكم، وطبعا ما فيهاش حاجة لان الحكم جزء من ادوات الملعب، انما في نفس الوقت القانون بيقول له تتحرك ازاي لما يبقى في هجمه مضاده او في دفاع، الكلام ده كله القانون بيتقال له. ماسيمبا نمره 11، ماكيدا، عمر بتقع من ايده الكوره بياخدها تاني، وعمرو صلاح وفاست بريك وحسام غريب فاست بريك، وبيسجل حسام غريب الهدف الثاني للزمالك بعد 7 دقائق و20 ثانية. 2 الزمالك، 0 انتر كلوب. يعني خلال السبع دقائق ونص اللي فاتوا اذا قدرنا نقول تقييم سريع للفريقين، فنقول ان فريق انتر كلوب الكونغولي مهاراته الفنيه وادائه الجماعي اقل بكثير من المهارات الفنية والأداء الجماعي لنادي الزمالك، وإن هو بيسعى إلى تطويل زمن الهجمة حتى لا يكون هناك فارق كبير في السكور، إنما فريق الزمالك يستطيع أن يستغل هذا بإن هو يضغط باستمرار، وإن هو كل هجمة لابد إنها تنتهي بهدف علشان يفوت، لأن السكور طبعًا. وأول هدف بيسجله طبعًا من غلطة في الدفاع عندنا، بيسجله نمرة 5 مينوفا في الدقيقة 9 من الشوط الأول، لتصبح النتيجة 2-1. وهو ده اللي دايما نحذر منه، إن ممكن بعض الهجمات يبقى فيها أخطاء. فريق انتر كلوب بيدافع من نص الملعب الحقيقة، وبيدافع دفاع رجل لرجل، وده سهل جدا اختراقه. هنشوف دلوقتي لعيبة نادي الزمالك هتعمل إيه، إنما هم بس بي 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 يعني بيعتمدوا على القوة الجسدية، وفي استخدام وفي عنف في الدفاع، ولازم يرجعوا 3 متر، واذا ما رجعش 3 متر فيها دقيقتين وهتلعب الفاول من حسام غريب ومدحت، وتلعب واحمد العطار بيسجل الهدف الثالث. 3-1 لنادي الزمالك. مينوفا، ماسيمبا، ماديكا، عمر، لان 4 اللي نزل دلوقتي في الباك الشمال
إبيجي، مازيمبا، باكيدا، مازيمبا، بديك عمر واللي عدى وبي يصدها ايمن صلاح، انما الحكم بيحسبها رمي الجزاء لصالح انتر كلوب، وهيلعبها مازيمبا، وايمن صلاح واقف له على بعد 3 متر، ومازيمبا ده طوله بتاع وبره بره بره، وده اشول مازيمبا ده، عشان كده لاعبتنا لازم يلعبوا على ايده مش على جسمه. حسام غريب ودفاع متقدم جدا من انتر كلوب، وممكن ضربه، ممكن ضربه، انما في ثلاثه، في ثلاثه على مدحت. لازم نفتح اللعب في الجناحين حبتين عشان نكسر التكتل اللي في النص ده، لان اي لعيب معاه الكره بتلاقي قدامه اثنين وثلاثه. ودفاع طبعا لازم نهرب، لازم نهرب، واول انذار، اول انذار لمازيمبا نمره اثنين. والفاول، واحمد العطار مش قادر يلف في دراعه، مش قادر. اثنين متعلقين في دراعه، وفاول تاني. مدحت وحسام غريب. حسام وغيروا طريقة أداء الفاول و شايل دراعه. وبيتصد الكرة دي من أحمد العطار. وبيطلع حارس المرمى بره. ميانو ديلا. مازيمبا. باكيدا، مازيمبا، عمر، من أربعة. إبيمي، إبيجي. واتقطع. هو لازم يستغل الكرات دي. كده مظبوط، مدحت وفاست بريك. وأحمد دعبس. ومظبوط لمحمود حسين الفاضي ورمي الجزاء. هي كده ملعوبة صح. وتبقى رمي الجزاء لصالح نادي الزمالك. وأول رمية جزاء ونتيجة 3-1. وناجح لغاية دلوقتي فريق انتر كلوب ان هو يحد من هجمات نادي الزمالك، وهيلعب رمية جزاء حسام غريب، ولعب وسجل 4-1. وفات 12 دقيقة و10 ثواني من الشوط الأول، وفاضل 17 دقيقة و50 ثانية، ونتيجة 4-1. إنما طبعا الدكتور كمال درويش، الدكتور كمال حماده، والدكتور خالد حموده قاعدين بره طبعا بالتاكيد، وجت في العارضه وطلعت بره. ومدحت وكده كده كده العنف جامد قوي، كده الاحتكاك جامد. احمد دعبس وهيعمل فين وهيعدي، وفاول، وخد فاول احمد دعبس، فاول مع على خط التسعه. لغايه دلوقتي بنستغل الهجمات المرتده صح، انما محتاجين ان احنا بسرعه نبقى متفقين. اول ما الكره تتقطع معروف ان فلان هيجري في اليمين وفلان هيجري للشمال. احمد العطار، والدفاع الضاغط من انتر كلوب، اجسامهم مساعداهم طبعا واقوالهم مساعداهم. واحمد دعبس الكره بتقع من ايده برده، بياخد فاول. مدحت محمود بيلعب الفاول من على خط التسعه من ناحيه الوينج الشمال لاحمد العطار، لاحمد دعبس، احمد العطار، وعلى الجنب حسام غريب، وعلى الجنب المؤمن صفا، ومؤمن صفا لمحمود حسين، وبيغرروا مراكز. كده حلو قوي، كده كويس قوي 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 قوي. برافو يا اولاد، برافو يا اولاد. هو كده احنا نلعب وننقع الكوره ونفتح ثغرات عبال ما هم يشوفوا الكوره رايحه فين نكون احنا سجلنا. كده حلو قوي 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 تغيير المراكز اللي تم بين مؤمن صفا وبين محمود حسين، بداية من احمد دعبس، خلخل الدفاع وخلى مؤمن صفا منفرد في الاخر وبيسجل 5-1. وفات 14 دقيقة، فاضل 16 دقيقة على نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك وانتر كلوب في افتتاح. واتقطع الثاني، إنما هم بيعملوا أكتر من كده. وفاول صالح انتر كلوب، اتلعب مازيمبا، باديكا للوينج الشمال
نمرة سبعة سامبا بترجع لغاية الجون. مية توديلا المربعة إبيلي فاول إبيلي ماسيمبا للوينج اليمين نمرة 11 باكيدا لماسيمبا تاني لإبيلي وفاول على نادي الزمالك وانذار لمؤمن صفا. ماشي وفي تغيير من نمرة 8 تاني بادينيكا عمر بيلعب في النص وهو كان شايط انما الحكم حسبها رمي جزاء. لصالح انتر كلوب بوسكو من ساحل العاج من كوت ديفوار ولعبها نمرة 11 بكيدة فوق العارضة. دي تاني رمي الجزاء تضيع من انتر كلوب. وعايزين نزود السكور علشان ما ننساش ان معانا في نفس المجموعة وفي اختراق جامد جدا معانا في نفس المجموعة اتحاد البناء الجزائري فيبقى في صراع على السكور. 5-1 ورمي الجزاء هيلعبها احمد العطار. لعبها احمد العطار وشاط وسجل وجت في طراطيف صوابع حارس المرمى وتصبح النتيجة 6-1 وفاضل 13 دقيقة ونص. 6-1 لصالح نادي الزمالك. وزي ما قلت لحضراتكم دفاع نادي الزمالك يمكن ملتزم شوية أكتر من دفاع انتر كلوب لأنه بيأدي دفاع الحقيقة يعني يتفق مع أداء كرة اليد. وبرافو يا أيمن طلع وصد الكرة اللي فاتت دي وأيمن بيطلع تاني. خطر يا ايمن ارجع بسرعه ارجع بسرعه هيرجع عمرو صلاح وسام غريب ماشي واحمد العطار هينزل دلوقتي حد في النص اكيد وهيجروا من غير كره وده اللي هنشوفه وفعلا واتقطعت وفي فاول لصالح انتر كلوب انما برافو يا ايمن يا صلاح طلع وغطى الكره اللي فاتت دي ودي كانت فاست بريك وكان ممكن تبقى جون وما زالت نتيجه 6-1 انتر كلوب. وقت من ايده لاعب على الكوره انما الحكم قال ان هو خبط ايده ورجعت الهجمه تاني لعمر ماسيمبا نمره 3 بابيلو ماسيمبا نمره 2 الباك اليمين لعب لنمره 5 ليبوفا وبيسجل ماسيمبا الهدف الثاني لانتر كلوب. الكونغو ونزل دلوقتي بيلعب على الدايره عادل محمود من نادي الزمالك والفاول لصالح نادي الزمالك هيلعبه حسام غريب والحكم بيعدل بوسكو والجري من غير كورة مفيد جدا في الوقت ده لان هما بيلعبوا راجل لراجل فاللي بيجري بياخد معاه واحد صعب قوي صعب قوي وفاول عكسي فاول عكسي على صالح لصالح انتر كلوب هو طبعا يعني القانون بيحدد الفاول اللي على المهاجم من الفاول اللي للمهاجم واكيد الحكام طبعا شافوا ان مؤمن هو اللي دخل برافو
برافو يا احمد يا دعبس، انما الحكم اعتبره كان دايس جوه. والهجمه مع عمر، ودخل الراجل بمجهود فردي تماما ما فيهاش اي عمل خططي، وسجل الهدف الثالث 6-3. وفاضل 10 دقائق و15 ثانيه، واقدر اقول لغايه دلوقتي انت الكلوب نجح في تنفيذ خطته. هو طبعا ما بيفكرش ان هو يكسب المباراه، لان فرق المستوى الفني كبير بينه وبين نادي الزمالك، انما هو عايز يقلل الفرق، وده بالنسبه له يعني يبقى مكسب كبير قوي. 9 دقائق و50 ثانيه على نهايه الشوط الاول، والفاول لصالح نادي الزمالك. عادل محمود ومؤمن ومحمود حسين، انما بتطلع او ترمي جانب، هيلعبها مؤمن صفا، ولازم صعب قوي كده. فاول تاني محمود، حسام غريب لمحمود تاني لاحمد العطار، والحكم بيحسبها فاول على احمد العطار. بديكا عمر، ماسيمبا الوينج اليمين دلوقتي نمرة 9، اوكومو، بديكا عمر، وفاول مع ان هو مديله ظهره. بديكا عمر وهو له دخلات كده لازم نخلي بالنا منها دلوقتي. ماسيمبا، وعلى الدايره نمر 10 اللي نزل دلوقتي مالونجا، واتقطعت وفاست بريك، ومنصفى لعادل محمود. خساره وقعت من ايد عادل، معلش اتعوض. ما زالت نتيجة 6-3. ماسيمبا لنمرة 9، اوكوم، وداخل طاير نمرة 3. بابيلو يسجل الهدف الرابع، 6-4. واحنا كده صايمين عن التهديف بقالنا مده، ولازم يبقى في عندنا كسر لخطه الهجوم دي. ومحمود على الدايره بالظبط كده، محمود حسين على الدايره لوحده، وبياخد كره من مؤمن صفا وبيسجل الهدف السابع. 7 انتر كلوب، 4 7 الزمالك اسف، 4 انتر كلوب. ودي تعتبر نتيجة كويسة لانتر كلوب، يعني ما هياش كويسة لنادي الزمالك، اللي يبقى الفرق 3 بعد 23 دقيقة لعب، 10 تجوان بس بيتسجلوا من الفرقتين. واحنا نبهنا من أول دقيقة لأن انتر كلوب بيسعى، وفاست بريك، يلا يلا. وعادل محمود، وعادل محمود، وعادل محمود كان معاه مؤمن صفا وحسام غريب. كورتين دلوقتي، معلش لازم ندي ثقه لعادل، لسه ناشئ وبيلعب في الفريق الاول، لازم يبقى عنده فرصه ان هو ياخد ثقه في نفسه اكتر من كده. وفرصة سلام ولوب، انما ايمن بيلعبها، ويرجع تاني ايمن، ارجع تاني ايمن، مؤمن صفا وعادل محمود، هو بقى اللي لعب اللوب، هو بقى اللي لعب اللوب. نادي الزمالك وسجل، حب يلعبها على ايمن صلاح ما عرفش وصدها وتردد وسجل منها عادل محمود الهدف الثامن. 8-4 وفاضل 6 دقائق و5 ثواني على نهايه الشوط الاول من مباراه الزمالك وانتر كلوب الكونغولي. ماسيمبا، باديكا، بابيلو، عمر، وكرة بمجهود فردي الحقيقة من نمرة 9، اوكومو بيسجل منها الهدف الخامس. 5-8
أو 8-5 لصالح نادي الزمالك. وفاضل 5 دقايق ونص. ولعب دلوقتي حسين عثمان في الوينج الشمال، وعادل محمود في النص، واحمد دعبس، وقطع الكرة وعادل، خلي بالك احمد العطار، حسام غريب وبيصدها، ده لازم تبقى جامبول، لازم تبقى جامبول، وحسابها جامبول. لازم تبقى جامبول لانها خبطت في سقف الملعب. وهيلعب احمد العطار وماسيمبا الاثنين، ده نمره اثنين وده نمره اثنين، وهم اطول اثنين في الفرقتين، بس احمد العطار اطول. وبلازا الحكم الدولي من ساحل عاد، ايه اللي حصل؟ وحسبها فاول على احمد العطار. سادتي انسات سادتي، نعود الى ملعب نادي الزمالك، وما زالت نتيجه 8-5 عند الكلوب، وفي رمي جزاء على نادي الزمالك. هيلعبها اوكومو نمره 9، واقف ايمن صلاح، وبيراقب المباراه من الاتحاد الافريقي السيد دهلك من المغرب، وساندي بال من بنين، أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي. و أوكومو هيلعب رمية الجزاء، والنتيجة 8-5، وأيمن واقف. هما رميتين الجزاء اللي فاتوا، واحدة طلعت على يمين حارس المرمى، والتانية طلعت فوق، ودي التالتة ودخلت. وبيشجعوا بعض. نتيجة 8-6، فرق 2، يبقى دي على طول نجاح لخطة انتر كلوب بتعويض فرق المستوى. واحمد دعبس، احمد دعبس داش، وبتقع الكرة من ايده، انما فاول، فاول، فاول لصالح نادي الزمالك، ولازم يبعد 3 متر، لازم يبعد 3 متر، والحكم بيرجع الكرة، وبيسجل احمد العطار. لو لف دراعه جول 100%. 9-6 وفاضل 3 دقايق و20 ثانية. 9-6 الفرق مش كبير، والسكور ده وحش لنادي الزمالك، لان ممكن الفرق الاخرى تعمل سكور اعلى، ونقع بعد كده في حسبة السكور افريج، وبتقع الكره من ايده. وعادل محمود وايمن صلاح بيرجعها بعقل، لازم حد يظهر لايمن صلاح بالظبط كده، وظهر له حسين عثمان وفاول. لازم نلعب الكوره بسرعه، لان هم على طول بيجوا اتنين على كل لاعب في ايده الكوره، وبيجري احمد العطار وبيشوط فوق العارضه. احمد 2:30 على نهايه الشوط الاول، واعتقد ان فريق انتر كلوب حسب خطته اللي قدامنا دلوقتي هيحاول يطول الهجمه في 2 دقيقة اللي فاضلين دول، ما ينهيهاش عشان ما يخش فيه جون. بالظبط بالظبط، كان ممكن الوينج ده يشوط، ما شاطش، واتقطعت الكوره. وفاست بريك، فاست بريك، ما يضيعش، خساره، يضيع، خساره، خساره يا عادل، خساره يا وائل، معلش. فاضل 1:55، ماسيمبا، اوكومو، عمر لنمره 3، بابيلو لعمر تاني لماسيمبا، وبيرجع ورا عشان يطول الهجمه زي ما قلت. عمر، ولازم نغريهم، لازم نغريهم انهم يشوطوا، عشان لو ما شاطوش يبقى في لعب سلبي. وبيصدها ايمن صلاح مرتين بالعارضه، وبتتقطع، وكوره لازم تقف، ووقفت. كورتين غراب جدا، الكورتين اللي فاتوا دول. طبعا فريق انتر كلوب بيتميز بالقوه البدنيه العاليه جدا،
انما طبعا من الناحيه الفنيه فريق الزمالك اقوى، انما لغايه دلوقتي فريق الزمالك مش عارف يكسر دفاع. ورمي الجزاء وفاضل 50 ثانيه، لازم الحكم يوقف اللعب، قانون بيقول له في اللحظات اللي زي دي في الثواني الاخيره لازم توقف اللعب، ما وقفش اللعب لغايه دلوقتي والساعه ماشيه. لسه دلوقتي موقف اللعب بعد ما فاتت 12 ثانيه وفاضل 35 ثانيه على نهايه الشوط الاول من المباراه، والنتيجه 9-6 وفي رمي الجزاء، وسجل منها اوكومو الهدف السابع، يصبح الفارق 2-9-7 لصالح نادي الزمالك. والفارق ده برضه بعد بكرر تاني وبقول انه وحش، ودفاع رجل لرجل، ولا ده كده ايذاء، ده ايذاء، دي ما فيهاش انذار، ده مش انذار يا جماعه، ولازم يوقفوا اللعب. فاضل 6 ثواني، فرق بين اللعب على الكوره وان انا ازق لاعب من الخلف، دي لازم يبقى فيها طرد. فاضل 6 ثواني، وفي 3 هيلعبوا الفاول مع احمد العطار، وحسام غريب بيسجل الهدف العاشر، وينتهي سيداتي انساتي سادتي الشوط الاول بين انتر كلوب الكونغولي والزمالك، والنتيجة 10-7 لما ستؤكده لنا احداث الشوط الثاني الذي بدأت منذ لحظات. وحسام غريب وبتتقطع الكرة تاني وبتنتقل الهجمة الى نادي انتر كلوب، وحسام غريب كان بيلعب على الكرة انما الحكم حسبها فاول. ابيمي من 4 الباك الشمال لعمر، اللي بيلف عمر نمره 8 وبياخد فاول، عمر بادينيكا، عمر ماسيمبا، ايبيمي، وتقطعت الكور انما الحكم بيحسبها فاول على محمود حسين، هيلعبها ايبيمي لباديكا، عمر لماسيمبا، لنمره 3 لو في الوينج اليمين بابيلو، باديكا عمر لنمره 9 اوكومو، ماسيمبا، ايبيمي، باديكا عمر، ايبيمي تاني وغيروا مراكز، ونمره 7 اللي راح في الوينج الشمال ماسيمبا، سامبا، ونمره 5 ميبوفا، وفاول، وشفتوا لغايه دلوقتي يعني نشرك حضراتكم معانا ونقول ان هنشوف الهجمه بتاعت انتر كلوب بالطول قد ايه، والهجمه بتاعتنا بتنتهي في زمن قصير قد ايه، علشان برضو نتابع مع بعض فنيات اللعبه ونقدر نقول ونقدر نعيش احداث المباراه. وفاول لصالح انتر كلوب، ماسيمبا وبيصدها ايمن صلاح وبتطلع اوت، وحسام غريب صح كده اللي فاضل، احمد دعبس، حسام غريب، احمد العطار، وضرب في وشه والحكم بيقول يلعب، ما جراش حاجه، وحسام غريب وشايفين ثلاثه، هم ثلاثه واحمد العطار على الاثنين على دراعه، وفاول هيلعبوا مدحت محمود، مدحت لاحمد العطار، وتاني لحسام غريب، وفي ضرب وخلي بالكم انما فاول، حسام خد واحده في وشه، مؤمن صفا، ومحمود حسين برافو، هو كده لازم نقله 2-3 وتتشاط،
هم بيطولوا يطولوا، بس نحاول نقطع الهجمه ونستغل الهجمات المرتده السريعه علشان نزود الفرق. 11-7 بعد ايه؟ بعد 3 دقايق ونص. ماسيمبا، باديكا عمر، ايبيمي، باديكا عمر تاني، وفاول على حسام غريب وهو معلق دراعه. ونمرة 5 ميبوبا، ماسيمبا، باديكا عمر، ايبيمي نمرة 4 الباك الشمال، لماسيمبا في الوينج في الباك اليمين، لنمرة 9 في الوينج اليمين اوكومو، وبيسجل ماسيمبا الهدف الثامن لانتر كلوب. 11 الزمالك، 8 انتر كلوب. ونشوف دفاع انتر كلوب بادي منين؟ بادي من نص الملعب، من عند خط النص، واحمد دعبس ومحمود حسين، انما ما كانش في زاويه تسمح له بالشوط، فطلعت ضعيفه وصدها ميانوديلا. ماسيمبا، اوكومو، ايبيجي، باديكا عمر، ماسيمبا، اوكومو، وزايق بدراعه، انما الحكم بيديله فاول. والحكم بيوقف اللعب. اللاعب طبعا ما كانش قاعد على الارض اطلاقا، انما كان لسه واقف على رجليه والحكم وقف اللعب. بنشوف حقيقه ان يعني احنا طبعا بالنسبه للبطولات الافريقيه بصرف النظر عن هذه المباراه يعني هي المخرج الوحيد لنا الى بطولات العالم وكاس العالم والدورات الاولمبيه. والحقيقه يمكن هذه البطوله في توقيت بياتي بعد رجوعنا من كاس العالم، من بطوله العالم في السويد، وقبل ذهابنا الى فرنسا في بطوله البحر الابيض المتوسط. طلع من ايد الكوره وطلعت بره، نستغلها بقى، نستغلها. مؤمن صف، حسام غريب، وبتقع الكوره من متر وبياخدها احمد دعبس، عمرو صلاح واحمد دعبس وحسام غريب ومحمود حسين، وطبعا الكل بيجري من غير كوره وبيغير مراكزه، بس طبعا خايفين من الضرب اللي بيحصل. والحكم بيوقف اللعب وبيدي اول طرد لمده 2 دقيقة في المباراه، بياتي بعد 6 دقائق من الشوط الثاني، يعني الشوط الاولاني كله والشوط الثاني اول طرد يحدث في المباراه. الطرد نمره 5 مينو، ميبوفا، احمد دابس، حسام غريب، حسيب يا حسام، واحمد العطار، حسام غريب تاني، وبيشوط وجات في رجل الجول، وبياخدها احمد دابس وهي في الهواء، وبيسجل منها في الجول اللي واقع على الارض الهدف ال 12-8. 12 الزمالك، 8 انتر كلوب. ماسيمبا الوينج اليمين، باكيدا، ايبيمي، ماسيمبا نمرة 11 باكيدا، وبيلعبوا دريبل كتير قوي وبيحاول ان هو يعدي، انما حسام خد الكره من الهوا انما حسابها فاول. بلازا الحكم الدولي من ساحل العاج، وبرجع الكره ورا وغير دلوقتي ونزل دومبومبو يوسوفو حارس المرمى الثاني، وطبعا لان انتر كلوب ناقص العدد فبيحاول ان هو يطول الهجمه،
وياخد فاولات، وده تكتيك متعارف عليه. انما المهم بقى في الفريق المقابل انه ما يمكنوش من ان هو يعمل كده. والحجز بالجسم برضو لعب معاه الكره غلط ووقعت الكره، وحسام غريب ومدحت معاه ومحمود حسين، وبيسجل محمود حسين، بيسجل محمود حسين. هو كده لازم نخطف الكره ولازم نسجل على طول ونرجع. 13 الزمالك 8، يبقى كده الزمالك سجل لغايه دلوقتي 3 اهداف وانتر كلوب سجل هدف واحد. وفي صفاره دلوقتي من الاخ دهلك من المغرب مراقب المباراه، في خطا حصل من فريق انتر كلوب الكونغولي، وهنشوف هيحصل ايه دلوقتي، القرار ايه. اذا كان تغيير خطا يبقى لازم لاعب يطلع من الملعب لمده دقيقتين. احنا بعيد الحقيقه عن الترابيزه، انما هنشوف من عدد اللاعبين اللي في الملعب دلوقتي، وانا شايف ان عدد لاعبين كامل. يبقى مفيش حاجه. فاضل 21 دقيقه و40 ثانيه وتلعب الفاول لصالح انتر كلوب. ايبيمي، بعد نيكا عمر، ماسيمبا، وفاول على احمد العطار. لعبوا مينوفا ونمر 4 بيشوط، انما كان نازلو ايبيمي، وفي لاعب واقع على الارض والحكم بيصفر، وكانت الهجمه دي هجمه مرتده لصالح نادي الزمالك وسريعه، وفوجئنا ان اللاعب ده واقع على الارض، ما شفناش حد لمسه، انما ممكن يبقى ده جزء من خطة اللعب عشان اللعب يهدى، وعلشان ولو ان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان زمن المباراة في كرة اليد 60 دقيقة على شوطين، وان في حالة توقف اللعب الحكم ونزل الدكتور عبد الله جورج طبيب نادي الزمالك علشان يساهم في علاج اللاعب اللي واقع على الارض من انتر كلوب، وهنعرف دلوقتي هو مين. نمر 11 باكيدا، تقريبا هو باكيدا اللي واقع على الارض. لا مش هو الحقيقه، مش باكيدا، لا باكيدا موجود اهو قدامنا، نمر 11. هنشوف مين اللي واقع على الارض وهيقوم ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله بكره هتبتدي المباريات في صاله نادي الزمالك اعتبارا من الساعه 3 بين، وخرب لا وخرج لاعب انتر اكس انتر كلوب. نمر 4 ايبيمي جاي. 13 الزمالك 8 انتر كلوب. اتلعب الفاول، عمرو صلاح لاحمد العطار لحسام غريب لمؤمن صفا، وبيجري مؤمن كده مظبوط، واحمد العطار، واحمد العطار على اثنين بيفوت الكوره، وحسام غريب واحمد دابس واحمد العطار تاني، وبيشوط احمد العطار من 15 متر وبيسجل. هو ده التعبير اللي احنا شايفينه دلوقتي. 14 الزمالك 8. انت
سنتر كلوب. نمرة 3 بابيلو. نمرة 8 باديكا عمر. وأيمن صلاح بيقول له ده عمل أربع خطوات ودخل جوه، الحكم قال له لا جون، وهو طبعا الحكم شايف أكتر وبيسجل الهدف التاسع. 14-9 لصالح نادي الزمالك. وفاضل 20 دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمباراة. أحمد دعبس وأحمد العطار، عمرو صلاح، حسام غريب، مدحت محمود. وثلاث ثواني، انما كان طالع الوحش ايمن صلاح. وفاول ثاني حسام غريب، وبياخد الكره مدحت محمود وبيتزق مدحت ومفيش حاجه، وبتزق ومفيش حاجة. واحمد دعبس وبتترد الهجمة مرتدة. حسام غريب لمؤمن صفا ورمي الجزاء في الاخر بيصفر. ودقيقتين على نمرة 5 ميبوفا سيليستين. النتيجة 14 الزمالك 9 انتر كلوب. ورمي الجزاء هيلعب احمد العطار، واللي واقف دلوقتي دي سوفو دومبومبو دي سوفو حارس المرمى الثاني. واحمد العطار بيضربها في ايده، في ايده بتطلع بره. مصارع يا احمد، دي كان لازم تلعب تحت رجليه. ومثل حسام غريب واتقطعت الكرة. واحمد العطار واللعب على الجسم عنيف قوي. حسام غريب، عمرو صلاح، حسام، مؤمن صفا في الوينج اليمين. حسام غريب لمؤمن صفا وصاروخ في الزاوية البعيدة. مؤمن صفا هو لازم كده، ولازم نبعد عنهم علشان محدش من عندنا يتعور. 15-9 وابتدى الزمالك يلعب دفاع ضغط هو كمان، ويقابل من نص الملعب عشان يربكهم. فاضل 17 دقيقة و35 ثانية. والوينج الشمال نمرة 11 باكيدا لماسيمبا، الوينج اليمين للباك اليمين ماسيمبا، واتقطعت. برافو يا عمرو يا صلاح، رابع عمل يا صلاح كابتن نادي الزمالك النهارده. واتلعبت ماسيمبا لنمره 11 باكيدا في الوينج اليمين، لماسيمبا نمرتين في اللي جه في الباك الشمال. وثلاث ثواني، لازم نعمل كده. احمد دابس، احمد العطار، ومن فوق دماغ الجون بيسجل احمد العطار الهدف رقم 16. ويمكن حضراتكم شايفين ان اسلوب اداء نادي الزمالك اتغير زي ما قلنا في الشوط الثاني، وده اللي خلاه فارق لغايه دلوقتي 7 تجوان عن انتر كلوب بعد ما كان فرق 3 تجوان في الشوط الاول. ماسيمبا الباك اليمين لبادينيكا عمر. ماسيمبا تاني في النص لنمرة 11 باكيدا، وداخل الوينج بمجهود فردي نمرة 9 اوكومو بيسجل كرة غريبة جدا في ايمن صلاح. 16-10 فرق 6، ولازم الفرق يبقى اكتر من كده، ولازم نحافظ دايما على ان الفرق يبقى كبير، ونخلي بالنا من مدحت. ووقع مدحت انما معاه اتنين، وحسام غريب واتضرب في وشه ومفيش حاجه، وواحد بيقول العب والتاني بيقول دقيقتين. اللي بيقول دقيقتين طبعا شاف
عنف الضربه اللي ضربها حسام غريب في وشه وخرج نمره 11 بكيده دقيقتين، وعلينا ان احنا ننتهز فرصه الدقيقتين دي علشان نسجل اهداف اكتر. فاول هيلعبه محمود حسن، والملعب بيتنشف. محمود حسين وتلعب مدحت حسام غريب لاحمد العطار لاحمد دعبس لاحمد العطار لحسام غريب لمحمود حسين، وحسام حاسب يا حسام، ومحمود وضرب في وشه وشاط، شاط ضرب في وشه ودخل شاط. برافو يا محمود، برافو يا محمود. 17 10 15 دقيقة و16 ثانية على نهاية الشوط الثاني والمباراة. وأنا عايز أقول إن فارق الأهداف الكبير بيبقى له تأثير سلبي جدا على الفرق المنافسة أو الفريق المقابل. ودخل نمرة 3 بيسجل كورة غريبة ما كانش حد متبه له. بايلو، بايلو نمرة 3 سجل، وأحمد العطار حاسب يحيى، مدحت محمود، أحمد دعبس، حسام غريب. محمود اللي لاعب دلوقتي بيلعب دلوقتي في الباك اليمين ورا، رغم ان هو مركزه في الوينج، انما علشان نستغل. وبيلف دراعه مرتين حسام وبيشوط وبيشوطها ميانو ديلا. بعدينيكا عمر، ماسيمبا الباك اليمين اللي داخل لغايه الشمال، بتقع الكره من ايده وحسام غريب واحمد دعبس، وحسام غريب تاني واحمد دعبس عشان لوحده ما يضربش، وبيلعبها لوب وشياكه وحلوه وشكلها حلو قوي، وبيستعرض فيها احمد دعبس امكانياته ومهاراته الفنيه وبيعلق الجون وبيديها له من فوق دماغه. 18 11 فرق 7 تاني، فرق 13 دقيقه و40 ثانيه. وهو الحقيقه لازم نبعد عن الاحتكاك الجسدي بيهم. وداخل الراجل نمره 7 وبيصد ايمن خالد الكردي، بيصد خالد الكردي، والحق يا محمود خالد الكردي اللي نزل دلوقتي بس فاست بريك ما لحقهاش. معلش نركز علشان الهجمه لما بتيجي في ايديهم بيبقى هم مستفيدين، اولا بيطولوا زمن الهجمه وبيمنعونا من ان احنا نسجل علشان يضيقوا الفرق في الوقت اللي احنا ممكن نكون محتاجين الى السكور افريج. بابيليو نمره 3 لفادينيكا عمر، نمره 8 اللي بياخد فاول، نمره 14 نيجوكا، نمره 3 اللي داخل دلوقتي بايلو، وفاول لصالح نيجوكا لاعبنا 14 لبايلو لماسيمبا الوينج اليمين نمره 9 اوكومو لماسيمبا واوت. خالد ايه ده يا خالد؟ احمد العطار، حسام غريب، وداخل حسام بسرعه، واحمد بعيده بعيده وتزق احمد وخد فاول. واحمد العطار قنبله، قنبله بتيجي في ايد حارس المرمى ميانو ديلا وبتخش الجول، بتسجل هدف رقم 19 لتصبح النتيجه 19 الزمالك 11 انتر كلوب. وفاضل 11 دقيقه و40 ثانيه
على نهاية الشوط الثاني والمباراة 19-11. بادنيكا عمر لنمرة 11 في الباك اليمين باكيدا لبادنيكا عمر لنمرة 3 بايلو عمر نمرة 8 فاول هيلعبوا نمرة 5 ميوفا وفاول نمرة 11 باكيدا ميوفا بادنيكا عمر نمرة 3 بايلو بالوينج الشمال نمرة 7 سامبا بالباك اليمين بادنيكا عمر مش هتضيع خالد الكردي وبتتقطع الكرة وفوق بسرعة فاست بريك والكعب الحسام غريب ولا حاجة الكعب الحسام غريب وبقى انفراد وبيسجل منه وحسام غريب كان متكعبل في الفاست بريك اللي فاتت دي والحكم بيقول ما فيهاش حاجة 19-12 لصالح نادي الزمالك احمد العطار حسام غريب عادل محمود وفاول وبسرعة انما لازم تتعاد زي بعض نعد عادل محمود احمد العطار وبيتضرب وبيشوط وبيسجل من 15 متر الهدف رقم 20 20-12 فرق 8 وفضل 9 دقائق و50 ثانية على نهاية الشوط الثاني والمباراة بين فريقي نادي الزمالك وانتر كلوب الكونغولي في افتتاح بطولة اوائل الاندية الافريقية التاسعة ابطال الكؤوس وبيسجل نمرة 11 باكيدا الهدف رقم 13 بمجهود فردي خالص. وفي هجمة مرتدة وبيطلع الجون يساعد ميوفا ميبوفا سيليستين نمرة 11 باكيدا عمر لنمرة 3 بابيلو بايلو بايلو لنمرة 9 اوكومو وفي نقلات كتيرة بالعرض وفاول لصالح انتر كلوب وعمر وبايلو باكيدا وطلع يساعد اوكومو الوينج الشمال نمرة 3 بايلو بيسجل بمجهود فردي بايلو من نمرة 3 من ناحية الوينج الشمال الهدف رقم 14 رجعنا تاني الفرق يقل كنا 8 دلوقتي بقينا 6 فاضل 8 دقايق و12 وبيشجعوا بعض في الملعب ومحمود عالية يا محمود قوي 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 دي كانت عايزة وهو طالع لك تحطها تحت رجليه لأن هو ناطط فوق معلش 20-14 فاضل 7 دقايق و44 ثانية باكيدا اوكومو وتحذير من الحكم بلازا لعب ميبوفا نمرة 11 باكيدا لعمر لنمرة 3 الخطر فايلو وفاول من ناحية الجنب الشمال عمر بادينيكا عمر نمرة 8 ده اخطر لاعب في الفرقة وبيسجل الوينج اليمين نمرة 9 اوكومو كورة من ناحية الوينج اليمين الهدف رقم 15 ويرجع الفرق تاني 5 بعد ما كان 8
وفاضل 6 دقايق ونص. حسام غريب ومحمود حسين، يا محمود تاني كورة، تاني كورة انفراد اللي فاتت طلعتها فوق ودي جت في ايد الجون. لازم نلعب بالهداوة لان هما ما بيركزوش، هما ما بيركزوش، لازم نلعب بالهداوة ولازم نركز احنا اكتر من كده. احنا مش مستعجلين، احنا ما بندورش على ان نكسب او نخسر، ان شاء الله المكسب مضمون بالنسبة لنا، احنا بندور على السكور، فعشان كده ما نقلقش. عادل محمود بياخد فاول، بادي نيكا عمر، بابيلو، والحكم بيطلعه بره لانه لعب الفاول من جوه. نمرة 7 سامبا، بعد نيكا عمر نمرة 8 اللي داخل وبيضرب في كتفه انما الحكم ما شافهاش. وعلى يمينه الباك اليمين نمرة 11 باكيدا، وكرة بيمسكها خالد الكردي. فاست بريك، فاست بريك كان لازم تبقى جون مش بره الجون، لان الجون بره ونحافظ على الهجمات اللي في ايدينا. وما فيش مانع بقى ان احنا الخمس دقايق اللي فاضلين دول احنا بقى اللي نطور الهجمه مش هم، عشان نضمن السيطره على فرق السكور. الراجل عامل 4 خطوات انما الحكم ما شافهاش، وفاول. الوينج اليمين نمره 11 باكيدا، لعمر، لسامبا، لبابيلو، وفاول لانه كان عامل 4 خطوات. وبرافو الحكام شافوها. عمر وبيلف دراعه، بابيلو لعمر، وهو بياخد فاول لنفسه. 4 دقايق ونص، وداخل بكتفه بيشوطها خالد الكردي. برافو يا خالد، بالراحه بالهداوه يا ابني، اقرب لاعب ليك ادها لمحمود حسين بالعرض لحسام غريب. حسام، محمود حسين لمؤمن صفر، خلي بالك يا مؤمن، وعدى مؤمن انما عايز يلعبها لعادل محمود، اتصدت ودخلت للجون. ميانوديلا، باكيدا، عمر، بايلو، باكيدا لعمر، لبايلو نمرة 3، لعمر تاني نمرة 5، ميبوفا، بايلا، باكيدا، عمر، باكيدا نمرة 11 لعمر، وبيعمل فينت وبيديها لباكيدا تاني. وعلى الدايرة نمرة 7 سامبا، ووقعت من ايده انما الحكم حسبها فاول. رميه حره 3 دقائق و16 ثانيه على نهايه الشوط الثاني والمباراه، وما زالت النتيجه 20 الزمالك 15 انتر كلوب. وفاول تاني لصالح انتر كلوب، لعبها باكيدا، باكيدا داخل لعمر، وعمر عايز يسقط وبيقطع حسام، انما الحكم بيصفر فاول على نادي الزمالك. عمر، اوكومو، عمر، بايلو، لعمر اللي داخل لوحده خالص وبيسجل. اختراق، فرق 4 20 16، بعد ما كنا فرق 8 من شوية، بقينا فرق 4 دلوقتي، وفاضل 2 دقيقة و19 ثانية، ورجعنا تاني ان السكور مش كويس. وبيسجل برضو احمد دعبس بمجهود فردي من ناحية الوينج الشمال الهدف رقم 21، ليعود الفارق مرة اخرى الى 5 21 16، وفاضل 2 دقيقة بالظبط، والهجمة دي لازم تتقطع وما تجيش جون واحنا نجيب جون، هي دي الاصول. عمر، بايلو نمرة 5، ميوم لعمر،
وداخل ومعاه مدحت محمود وبياخد فاول. هو بالظبط يعني اطول من مدحت محمود بحوالي 20 سنتي على الاقل، وبيترمي عليه والحكم بيديله فاول. الحكم بيديله فاول وتلعب الفاول. عمر طيل لنمرة 7 سامبا لعمر لمسيمبا، وكل ده ما فيهوش لعب سلبي لغاية دلوقتي، وكرة اليد فيها لعب سلبي وبيسجلوا طبعا بعد ما طولوا الهجمة زي ما هم عايزين. وفاضل 52 ثانية والنتيجة 21-17، فرق 4 لصالح نادي الزمالك. وبيقع نمرة 9 على الأرض وكومو، والمفروض ان الحكم يقول ان هو يتعالج بره لان فاضل ثواني في الثواني الاخيرة لانتهاء المباراة. ولازم الهجمة دي ينهيها نادي الزمالك بجون على الاقل، وما كانش بجونين. وقام لاعب ما فيهوش حاجة، انما بس عشان فرقته تلتقط انفاسها. وهنلعب رمية الارسال بعد الجون اللي جه فينا، وابتدوا يهجموا بقى انتر كلوب وبيلعبوا بخشونة شديدة جدا. واحمد العطار، احمد دعبس، وبتقع الكرة وفي يعني خناقة في الملعب ملهاش علاقة بكرة اليد خالص. لازم الهجمة دي تقف لان لو جت هيبقى فرق 3 وده يبقى فرق وحش قوي بالنسبة لنا. وصد خالد الكردي يا راجل يا راجل، ده الجول كان فاضي، ليه نستعجل ليه نستعجل. وتلعب تتحاشي الكرة دي وانتهى الشوط.